وسائل التواصل الاجتماعي، هل اليوتيوب هو أفضل طريقة للتعلم؟ كلنا نعرف اليوتيوب. يوتيوب متاح في معظم البلدان حول العالم. على الرغم من أن يوتيوب محظور أو مقيد أو خاضع للرقابة في بعض البلدان، لقد أدى بشكل مبتكر إلى مستوى لا يمكن التغلب عليه من تبادل المعلومات الذي يسمح للإنسانية بالمشاركة والنمو والبقاء على اطلاع. يتم إعلام أفضل القادة. يمكننا جميعاً أن نكون أفضل ما لدينا ونتخذ قرارات أفضل في الحياة عندما نكون على علم بذلك. يعد يوتيوب أحد أكثر الأنظمة الأساسية استخداماً وسهولة الوصول إليها للتعلم والترفيه ومشاركة المعلومات. مبتكرة ويمكن الوصول إليها وسهلة الاستخدام. يوتيوب لديه مليارات المستخدمين حول العالم. حتى أولئك الذين لا يتمتعون بالذكاء التكنولوجي يمكنهم التنقل في هذه المنصة بسهولة. تسمح هذه التقنية باستخدام الإنترنت والتطبيقات من هاتفك والتي يسهل التنقل فيها. يمكن لأي شخص لديه خدمة الهاتف أو الوصول إلى الإنترنت الاستمتاع بالمنصة. حتى في حالة عدم توفر الإنترنت، يمكنك الاستمتاع بالألبومات التي تم تنزيلها على جهازك من خلال التطبيق. كانت أحب موسيقى أمازون بسبب ميزة التنزيل هذه، لكنهم قاموا بإزالة هذه الميزة. كما أنها لا تسمح لك بمراقبة الأمور من الخلف إلى الخلف على التوالي، في تكرار الآيات في خلط ورق اللعب. وهذه القدرة أيضاً لا تقدر بثمن. مجاناً مالياً. أحب مساعدة الناس على أن يصبحوا أحراراً مالياً في الحياة. يدعم يوتيوب هذه القضية لأن النظام الأساسي مجاني. يمكننا جميعاً الوصول إليها دون أي تكلفة. إذا كنت ترغب في ترقية عضويتك وإضافة العائلة إلى خطتك، فيمكنك القيام بذلك. يوتيوب رائع للجميع بغض النظر عن وضعك المالي. التعلم التفاعلي. يتضمن محتوى يوتيوب التعلم التفاعلي من خلال التسجيلات الحية والصور المتحركة والقدرة السمعية والبصرية وهيكل المشاركة والمشاركة الاحترافية. من الأسهل تعلم وفهم الموضوعات المعقدة من خلال النص وحده. إن القدرة على رؤية الصور المفيدة التي تسمح لك بربط ما تراه بأشياء أخرى تعرفها بالفعل في الحياة تسمح لك بتعلم المحتوى بشكل فعال على المدى الطويل. أقسام الوصف التفصيلي. تسمح منصة يوتيوب للمؤلفين بتضمين أوصاف تفصيلية أسفل مقاطع الفيديو الخاصة بهم. يمكنهم هنا تضمين المعلومات في شكل مكتوب ومشاركة الروابط المفيدة التي يمكن أن تساعد القارئ على توفير قدر لا يقدر بثمن من الوقت. يتيح هذا القسم للأشخاص اتخاذ إجراءات استجابة لما قرأوه للتو. يمكنهم استخدام الروابط واتخاذ الإجراءات لاستخدام المعلومات المكتوبة المقدمة.
تعمل الأوصاف على تعزيز التعلم على المدى الطويل مع تشجيع القراء على اتخاذ إجراءات في حياتهم اليومية. التعاون والتواصل الاجتماعي: تتيح مشاركة الفيديو للأفراد التعاون والتواصل مع الآخرين ربما لم يكونوا قادرين على القيام بذلك بطريقة أخرى، وهذه القدرة على التفاعل لا تقدر بثمن في حد ذاتها. نحن جميعاً قادرون على التواصل مع الأشخاص في جميع أنحاء العالم، أو الإعجاب بهم، أو التعليق عليهم، أو التحدث معهم. يمكننا تبادل الأفكار، يمكننا التعاون معهم لإنجاز المهام، يمكننا العمل معا للنمو كأشخاص وبناء أعمالنا. المشاركة من خلال الأسئلة والأجوبة والتعليقات للتسجيلات الحية تعد القدرة على عقد جلسات حية ليس فقط مع مجموعة صغيرة، ولكن بدلاً من ذلك مع أكثر من 100 فرد حول العالم أمراً ثورياً. يتم منحك الفرصة لإجراء جلسات أسئلة وأجوبة مع الأشخاص الذين تعجبهم وتتطلع إليهم. إن الحصول على مثل هذا الوصول الحقيقي إلى مرشديك هو أمر رائع قد لا يقدره المجتمع حقاً بعد. تعتبر هذه القدرة على التدريس والتوجيه والتعلم مع الأفراد عن بعد وأنك مرتاح في منزلك في جميع أنحاء العالم قوية. تعزيز التنوع: يسمح يوتيوب لمجموعة متنوعة من الأفراد ذوي الخلفية المتعددة التخصصات من الخبرة بالتفاعل والتعلم من بعضهم البعض، وهذا يساعدنا على التعرف على أي شيء وكل شيء يمكن معرفته، كل ذلك في منزلنا المريح. الأشخاص الموجودون على المنصة متنوعون، المحتوى نفسه متنوع أيضاً. يحتوي يوتيوب على مجموعة واسعة من المواضيع على النظام الأساسي، مما يتيح للأشخاص العثور على موارد تعليمية حول أي شيء تقريباً. راحة: يمكن مشاهدة اليوتيوب في منزلك، أثناء التنقل، أثناء السفر، وعندما تكون على متن طائرة بدون سعة إنترنت على بعد أميال في السماء. تتيح لك ميزة التنزيل مشاهدة يوتيوب في أي مكان وفي أي وقت وفي حدود الوتيرة التي تناسبك. يمكنك الاستمتاع بها بناء على جدولك الزمني الخاص، فهو يسمح لك بتخصيص تجربتك لك، وهذا هو أفضل نوع من التعلم. يعد التعلم الموجه ذاتياً أقوى بسبب قرارك بالقيام به. أنك تتحكم في إنتاجيتك. إن اختيارك للمشاركة واتخاذ الإجراء يعني أنك ستستفيد أكثر من هذه العملية. اسمع، ولكن قم بفحص كل شيء. على الرغم من أن يوتيوب يعد وسيلة رائعة للتعلم، فمن المهم أن تتذكر أنه ليس كل المحتوى الموجود على النظام الأساسي يتم إنشاؤه بشكل متساو. قم بالبحث وفحص المعلومات التي تسمعها. اختر مصادر موثوقة للاشتراك فيها. عندما تجد شيئاً لمشاهدته، المهم هو أن تستفيد شيئاً من هذا المحتوى.
ليس عليك اتخاذ إجراءات واستيعاب كل المحتوى كحقيقة، فقط ركزايا. الإنتاجية في أفضل حالاتها. يوتيوب يعزز التميز عندما يتعلق الأمر بالإنتاجية. يوتيوب يتيح لك تحقيق أقصى استفادة من لحظة الحسد في حياتك، وخاصة لحظات الملل. الملل غير موجود مع اليوتيوب. يقدم موقع يوتيوب ترفيهاً لا نهاية له، فرص تعليمية لا نهاية لها، إنتاجية لا نهاية لها، والأهم من ذلك الإمكانات التي لا نهاية لها للنمو كإنسان إذا استفدت من كل ما تقدمه المنصة. تأكد من تقدير كل ما لدينا في هذه الحياة. نقدر هذه الموارد مذهلة. اتخذ إجراء هادفا في حياتك وكن أفضل ما لديك بدعم من يوتيوب. يوتيوب هو ما تصنعه. تذكر أن المنصة تكون جيدة فقط عندما تستخدمها للأغراض الجيدة. تأكد من الاستمتاع بالمنصة عن عمد بأفضل الطرق. التعليق أدناه. هل تعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تقدر بثمن أو أنها مضيعة للوقت؟ هل تستمتع بالتعلم من خلال القراءة أو مشاهدة مقاطع الفيديو أو الكتابة أو أي وسيلة أخرى؟ شكراً لانضمامك لي. انقر على الصورة للاشتراك ومشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو المعدة خصيصاً لك.